محمود وغيره مذموم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت منبرا الى دان منبره ينافح عن الدعوه ويقاتل بلسانه. بين يدي كلامنا اقول قطف الورده قالت من ورائي برعم سوف يطول، قطع البرعم قالت غيره ينبض في رحم الجذور، طلع الجدر من التربة قالت إنني من أجل هذا اليوم خبأت البطون، كامن ثأري بأعماق الثرى وغدا سوف يرى كل الورى، كيف تأتي صرخة ميلاد من صمت القبور، تبرد الشمس ولا تبرد فارات الزهور. نحن وما يتعرض له المسجد الأقصى من ويلات، وما يتعرض له المسلمون بأرواحهم ودمائهم، لازل الطائفة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولا تزال تعني الاستمرارية على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأعجب الصحابة الذين كانوا يسمعون بهذه الصفات فقالوا أين هم أو من هم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إحنا 80 كيلو من هان، 81 كيلو عن المسجد الأقصى، أنتم الذين في أكناف بيت المقدس، ولذلك في أفراحنا نقاوم، في أحزاننا نقاوم، كل شيء عندنا مرتبط بالمقاومة. ولذلك أقول يا مسلم قم سائل نفسك، أترى حقا أنت المسلم والأقصى يأكله لهب وجهادك أنك تتكلم وتطير في الجو حديثا زعموه كنيران تضرب؟ إن هذا هو شأن جهادك فلتبقي بصيرك يا مسلم متى يا بحر الإيمان، يا بحر الإيمان الزاخر من أقصى المشرق للمغرب، والله لوحدتنا ناصر، لا نوم على ضيمنا أبدا، لن دمر مسجدنا الكافر، لبوا صيحات للأقصى عصفت بقلوب وحناجر، نادتنا قبلتنا الأولى مهد النسل بغل الغاصب يطع الأقداس بأحذية ويجر كلابا ويلاعب، وسكتنا لم نبد حراكا والزاجر منا كم عاتب، واليوم أتى ليدمرها بالنار فصاحبها غائب. الحرم المكي غضب والحرم بطيبة يتململ، والأقصى ثورة بركان والشر استشرى واستفحل، جدران مساجدنا صرخت وإسلاما، فهل تقبل أن نبقى في ذل أبدا مدا في كسل لا نعمل؟ لن نبقى في ذل أبدا، لن نبقى في ذل أبدا. سألتني في حمانا ظبية أتحب الشوق في عين صبية، قلت لا أعشق ظرفا ناعسا وخدودا وشفاء قرمزية، إنما أعشق صدرا عامرا بالمنى يزهو بالمنية. أدركت سري فقالت ظبيتي أنت لا تعشق غير البندقية. وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي خير دواء، ظن في صبري داء هدني ورأى الراحة من بعد العناء. أنا يا جراح لست أرضى راحة، أنا جندي على ثغر الفداء، وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يسحقني جرح الإباء. كل التحية للحضور الكريم، كل التحية لآل حمدتو الذين نتمنى أن تدوم أفراحهم، وكل التحية لفرقة الإنشاد الطيبة الإخوة الكرام، نزولا عند رغبة أخينا الأستاذ
والدكتور نبيل كانت هذه المحاولة، فإن نالت إعجابكم فذلك بفضل الله عز وجل، وإن لم تحقق المرغوب فهي محاولة لإضافة وردة على باقة الورد التي نراها من أهل المكان من الحضور من الفرقة الإنشادية. أيها الكرام، تعودت في قرانا الفلسطينية التي نتمنى أن تعود إليها حريتها أن يجلس الفتيات في جانب منزوي من الحي يراقبنا شباب الحي الراغبين في الزواج، وقد أشعلوا نارا والتفوا حولها. وفي هذه الليلة التي نتحدث عليها كان هناك اثنين من الخطاب، أحدهم قصير القامة والثاني صاحب لحية كثفة، فقال صاحب اللحية الكثفة وهو يضع بعض الأعواد على النار لتزداد اشتعالا، يقول: حطوا على النار خلى المنتج يبين، تريبنا تلعب عند كبير الدقن بعين. يقول حطوا على النار، طبعا ما الكهرباء، حطوا على النار ايش عشان يشوفوا الميتين اني قاعدين في عندنا البنات وهم قاعدين في الزهرة عند النار. فبيقول حطوا على النار، هذا قصير منهم، بيقول حطوا على النار خلى المنتج يبين، اثري بنات العرب عن كبير الدقن بعين، برفض كبير اللحية. فصاحب اللحية الكثفة أخذ يتناول مزيد من الأعواد ويضعها على النار قائلا، يقول حطوا على النار، هذا بدقن بيقول حطوا على النار وانا بحط ومبسوط، حطوا على النار خلي بين المسحوط. وفي قرية أخرى أخذ واحد من أبناء الحي المجاور يتنقل ويحاول الاحتكاك بفتيات الحي، فقلنا لبعضهن وإحداهن كانت صاحبة لسان صليط، هذا إيش اللي جايبه هنا؟ قميل يا سالمة. فوقفت له سالمة تقول، سالمة بتقول له: عقد بلا دلدقة دور بنات عمك يمسكوك النشامة يسيلوا دمك. فرد عليها قائلا: نشر الطرف بينا، يقول لها نشر الطرف بينا، لا قول قلنا ولا عتب جرح منا. فردت عليه وقالت: القلب مو دفتر كل يوم تقراه، واللي بيقول قول بيظل على مجراه. فعاد يرد عليها قائلا: قال لي لا تحسبون عليكم طايح طايح، صقر نكبيني وصيدي فالعرب لايح. فأجابته قائلة، قالت: لا تحسبون عليكم طايح بالحيل، فرس عنيدة وتكسر سرج الخيل. فأراد أن يغيظها وقد كانت قصيرة القامة، فقال لها: أما الطويلة تربي فالقلب كسور، أما القصير عجلاد عبور. فردت عليه بكل حزم، قالت: أما الطويلة ترمي على البلاد ظلة، أما القصير تربي فالقلب علة، روح من هذا. ومن عادات قبائلنا القديمة أن كانت الفتاة حيث كان في صعوبة في الزواج تفضل ابن عمها الفقير على أي متقدم آخر، فاختارت إحداهن ابن عمها رغم أنه فقير على أن تتزوج من شاب غني. ثم كانت الهجرة وازدادت الأحوال سوءا، فكانت تجمع بعض الأعشاب شبيزي على سكة هذا السكة المجاورة لنا، القصة حقيقية. فمر عليها خطيبها الأول وهو على جواده فأخذ يقول لها، قولي دور لك جمال يغنيك عن عيشة الهانة، يا ابو جدايب سمر وعيون دبلانة. فردت عليه بكل فخر واعتزاز، قالت: لا تحسبون دلايا اليوم قل المال، نرعى عشاير ونمشي في ستير الحال. هذه الزوجة الصالحة التي تقف تساند زوجها مهما كانت نوائب الدهر وسلامتكم.